نفى رئيس مصلحة السجون اللواء محمد الزلب ما تناقلته وسائل إعلام حول وجود مخطط لتهريب السجناء، مؤكدا أن الأوضاع مستخيرة داخل السجن المركزي، داعيا ما وصفه إعلام الأحزاب الدينية الكف عن إثارة مثل هذه الزوابع الإعلامية. ولافت الزلب إلى قيام حكومة الوفاق ووزارة المالية بعرقلة توجيهات رئاسة الجمهورية بالإفراج عن أكثر من 300 سجين معسر. نفى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول وجود أحداث داخل السجن المركزي بصنعاء، لكنه أقر بوجود العديد من الانتهاكات لعل أبرزها قصور في الجانب الصحي والاجتماعي. رئيس مصلحة السجون أشار في مؤتمر صحفي أن هناك ازدحاما بين السجناء تعاني منه المصلحة جراء تأخر البت في القضايا المنظورة من قبل أجهزة القضاء. احنا بنقول عندنا قصور، بنقول عندنا قصور صحيح في الجانب الصحي، في الجانب الإنساني، في الجانب الغذائي، لكن قصور في الجانب الأمني لا يوجد وغير مسموح به نهائيا. الزلب كشف أيضا عن عرقلة مجلس الوزراء ووزارة المالية توجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عن أكثر من 300 سجين معسر، منوها بأنه سيرفع تقريرا إلى رئاسة الجمهورية لإيضاح هذه العراقيل. خامد رئيس الجمهورية حفظه الله وجه بإطلاق 333 سجينا، للأسف الشديد في هذه التوجيه الصدرت في رمضان قبل 4 أشهر، للآن لا زالت المعاملة شهر ونص في رأس الوزراء، ثم شهرين في وزارة المالية، والآن شهر في البنك المركزي، ونحن نتعبد أو نتراشى أو تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لإخراج السجناء المعسرين. رئيس المصلحة أكد عدم تبعية السجون الخاصة بإدارة الأمن لمصلحة السجن المركزي، مشيرا إلى أنها مخالفة للأنظمة والقوانين، لافتا في سياق آخر سلبيات الأضراب في المحاكم والنيابات التي تؤثر على سير العدالة في اليمن. الأضرابات التي تتم الآن في النيابات وفي المحاكم تؤثر على السجناء، تؤثر علينا، تؤثر على السجون. كنا نتمنى أن يتناولوا هذه الأشياء، ولكن أن يتناولوا أن هناك انهيار أمني، ما عليهم يتكلموا عن انهيار أمني خارج السجون، خارج السجون، أما انهيار أمني في داخل السجون هذه من سابع المستحيلات، بل ومن جهات كانت مسؤولة ونعتقد أنها مسؤولة تحاول أن تثير الزوبعة إعلامية حول السجون. الكف عن المناكفات التي تتعرض لها مصلحة السجون من قبل بعض الأحزاب الدينية وما تثيره من زوبعة إعلامية رسالة وجهتها المصلحة إلى هذه الأحزاب، مطالبة إياها بتحري الدقة والموضوعية في نقلها للحقائق.